سيب تحت الرعاية الثانية لاتهامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تتشرف بلديته عين التركي بزيارة معالي وزير المجاهدين السيد الطيب الدولي كما يتشرف والي ولاية عين دخلة والسلطات البلدية الولائية والبلدية المحلية على مستوى ولاية عين دخلة بزيارة هذا النصب التذكاري الذي يخلد ذكرى انتفاضة الطائرة المصادفة ل 26 أبريل 1901. هذه الذكرى أو هذه المحطات تعتبر واحدة من أهم المحطات في حياتي وتاريخ الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي الغاشم الذي حاول طمس هوية ومقومات الشعب الجزائري، فبرهن مرة أخرى أن الشعب الجزائري لا يقبل وما أحلى أن يعود اليوم